10 من شهر أغسطس من العام الماضي وقعت جريمة بشعة في مدينة كرداسة بالجيزة عندما اقتحم ثلة من الأشرار المتوحشين قسم الشرطة وقتلوا مأمور القسم ونائبه وضابطين وأميني شرطة وخمسة من المجندين، ووصلت بهم الوحشية لسحلهم والتمثيل بجثثهم في مشهد مأساوي مثير للإشمئزاز. العقيد عامر عبد المقصود كان أحد هؤلاء الشهداء الذين بذلوا دماءهم الزكية في تأدية واجبهم الوطني تاركاً أسرى حزينة لا زالت تنتظر القصاص العادل من هؤلاء المجرمين حتى يهدأ بالها وتستطيع مواصلة حياتها مثلها مثل ملايين المصريين. عبد المقصود الذي لمع اسمه كلاعب في صفوف الترسانة في التسعينات مع واحد من أفضل وأهم الأجيال التي دافعت عن ألوان الشواكيش، كان يتمتع بعلاقات جيدة وقوية بمعظم أبناء مدينة كرداسة ولا يتوانى في تقديم يد العون لهم في حدود القانون. لذا كانت الصدمة شديدة بين كل من عرفه وتعامل معه أن تنتهي حياته بهذه الطريقة الوحشية. ورغم أن وزارة الداخلية لم تقصر مع أسرة الشهيد شأنه شأن المئات من الشهداء الذين سقطوا في السنوات الثلاث الماضية وما قبلها، وتم ضبط المتهم الرئيسي في الجريمة، ولم يتأخر نادي الترسانة في تكريم الفقيد وقام بتأبينه في الذكرى الأولى لرحيله بحضور أسرته وزملائه ومساعد وزير الرياضة. لا زال ألم الفراق ولوعته يسيطرون على كل أفراد الأسرة المكلومة. كيف استقبلوا الخبر الصادم؟ وكيف عاشوا هذا العام المرير؟ ماذا يطلبون من القاضي الذي يحاكم أمامه المتهمين في هذه المذبحة؟ وما هي نظرتهم لمن ارتكبوا هذه الجريمة الآثمة؟ السيدة نجلاء فتحي زوجة الشهيد ونجله الأصغر علاء يجيبان على هذه الأسئلة في حوار ذو شجون في الملعب. أهلا بكم من جديد مدام نجلاء سامي حرم الشهيد عامر عبد المقصود رجل الشرطة الأمين الذي اغتيل بيد الغدر والإرهاب في مذبحة كرداسة قبل سنة بالتمام والكمال من النهاردة أو سنة ويوم، كانت تحل ذكراه بالأمس. وزي ما قلت لكم في المقدمة من هو عامر عبد المقصود، هنتعرف أكتر ونقترب أكتر من ذكرى عامر ومن اسم عامر وممن هو من كان عامر عبد المقصود من خلال هذا اللقاء مع مدام نجلاء سامي حرم عامر عبد المقصود. اهلا وسهلا بيكي، و تعيش وتفتكر زي ما بيقولوا عندنا كده في الارياف يعني، وربنا يصبرك ويصبر اهله، وبشكرك لقبولك الدعوه. ربنا يخليك يا كابتن. بعد سنه ايه اللي حصل؟ بعد سنة الجرح لسه حي، أنا ما شفتش محاكمات لغاية دلوقتي لعامر القتلة، يعني ما خدوش عقابهم ولا جزائهم، فده طبعا ما أثر فيا كتير قوي. وبعدين يعني عدم وجود عامر في حياتي ده يعني خلى الدنيا كلها سودت، لأن عامر كان كل حاجة في دنيتي، كان الكيان، كان توأم الروح ورفيق العمر والزوج والأب الحنون وضابط الشرطة المخلص لعمله. فتحس إن الحياة كلها ما بقاش ليها أي لازمة. هو بس اللي معزيني فراق عامر إن وجود أحمد وعلاء يمكن ده اللي مهون عليا شوية، وإن أنا المفروض إن أنا بقيت أب وأم وان انا بواجه المصير لوحدي. ف يعني الحمد لله. عامر كان دمه خفيف، كان ابن نكته، وعامر كان معايا في المنتخب في الماتشات، كنا ساعات واحنا نازلين، ف
نقعد نقول قفشات ونكت. عامر ده كان في البيت، كان هو كده ضابط الشرطه خد منه كتير، ولا كان هو ابو دم خفيف ابو نكته ومحتضن البيت واولاده كده؟ عامر في البيت زي عامر في الشغل زي عامر في النادي. يعني كان بتحكمه خفة الدم جدا جدا جدا، وكان محبوب من عامة الشعب. يعني اولا لان عامر كان انسان وكان ما بيقفلش بابه قدام اي حد، وما كانش بيتخلى عن اي حد طلب منه المساعدة. فيعني في كلتا الاحوال احنا كان البيت بتاعنا ده في وجود عامر ما كناش بنبطل ضحك، ما كانش بيبطل تهريج. حتى قعدته في وسط اسرته واخواته ووالدته، كان عامر ده الفاكهه زي ما بيقولوا، الحاجه الحلوه اللي في دنيتنا اللي اختفت وسابت اثر وجرح طبعا في حياتي انا واولادي. البيت بقى حاجه بشعه من غير عامر. انا من كتر طبعا يعني ان انا فقدت عامر، انا حاطه لعامر في كل ركن في البيت صوره، وزي ما حضرتك شايف صورته في الموبايل، شنطتي مليانه بصوره. يعني عارف حضرتك اللي هو عامر رحل بجسده، لكن روحه بترفرف حواليا طول الوقت. موجوده معاك على طول. طبعا طبعا. يعني عايزه اقول لحضرتك انا بقف لما برجع من شغلي، اولا ان انا بشتغل في مكان تبع وزاره بس انا الداخلية. اترجم للناس الصوره دي، ده الكابتن جوهر عليه رحمه الله، وطارق سليمان مدرب الزمالك المساعد دلوقتي، وعامر وانا. ودي صوره برضو لاول مره تظهر على فكره، ودي في احدى المرات اللي تم اختيار عامر فيها للمنتخب الوطني، اتدرب تحت ايدين الكابتن محمود الجوهري. كنتوا في الوقت ده كنتوا مخطوبين ولا كنتوا متجوزين ولا كنتوا لسه؟ كان مكتوب كتابنا. كان مكتوب كتابكم. قولي لي كان مشاعره ايه لما راح المنتخب واتدرب مع الكابتن جوهري، وكلنا كده كنا موجودين احنا وهو وباقي النجوم حسام وابراهيم وجمال عبد الحميد وربيع ياسين، لانه كان في المنتخب في فتره مهمه جدا في تاريخ المنتخب. بالظبط. هو كان مبسوط قوي بحاجه زي كده، وقربه من ان هو يكون في وسط لعيبه ليهم كيانهم وليهم قيمتهم، فدي كانت حاجه بتسعده قوي قوي قوي. وكان متمتع جدا جدا ان هو في وسط الجمع الرائع. صحيح. ما بين ابطال لفرق من كل نادي شويه، فدي كانت حاجه بالنسبه له حاجه جميله قوي. كان هو في الترسانه، والترسانه طبعا مش زي الاهلي ولا الزمالك، كان بيقول لك انه تبقى فرصته اقل شويه، انه لو في الاهلي او الزمالك ممكن يبقى اساسي ويمكن ياخد وضع اكتر من كده شويه في المنتخب. والله هو بص يا كابتن، هو يعني افتكر على ما اعتقد يعني ان هو اتعرض عليه كتير، ان هو ناس ياخدوه الاهلي وناس ياخدوه الزمالك. صحيح. بس هو النادي كان متمسك بيه، كانش ساعتها في انتقالات سهله كده زي زمان. لا خالص. هو كان ده يقول له ده ابننا اللي طلع على في مدرسه الكوره عندنا، فمش من السهل ان هو اتربى من مدرسه الكوره في الترسان. بالظبط. كان بيحكي لك عن تاريخه الكروي، كان بيحكي لي عن كل حاجه، وانا كنت بحضر ماتشات معاه. كنت تروحي تحضري ماتشات؟ طبعا. يعني اما اتخطبنا يعني كنت دايما اقف اشجعه. بس هو كان في حاجه ان انا كنت متفقه معاه عليها، لما يكون الاهلي، لان انا اهلاويه صميمه، وهو كان اهلاوي على فكره. مره ترسانه كان اهلاوي، وصميم. لكن لما يجي ماتش الاهلي يا عامر ما تزعلش مني، انا هشجع الاهلي. كنت تشجع الاهلي وهو بيلعب في الترسانه؟ هشجع الاهلي. فكان هو ما كانش بيزعل، بالعكس كان يقول لي بس شجعيني بس لمجرد التشجيع كده. ده عامر كابتن نادي الترسانه، ثابت البطل كابتن النادي الاهلي في التوقيت ده، واسلام يوسف، سيد يوسف، ابو طالب العسوي، شحت الدسوقي، مدحت الحقوفي، علاء حسب الله، حمامه، جمال عبد الحليم. ده مدحت يعني على قد ما بفتكر او على قد ما شايف، معلش انا الناس يعذرونا على الماتيريال، بس ده كنز يعني. اول صور تظهر تقريبا ما اتذاعش قبل كده ده في حته. لا مدام نجلاء اول مره تشوفيه. ادي عامر، ده حكمنا الدولي جمال صدقي، نجمنا الكبير الله يرحمه كابتن ثابت البطل. يعني من اللقطات ومن اللحظات المهمه برضه تفخري وانت بتشوفي جوزك كده الله يرحمه، هو حديث الناس سواء كرجل شرطه او كلاعب كره قدم. طبعا يا كابتن. والله هو على قد ما فراقه صعب عليا،
لكن انا بقيت فخوره جدا جدا. عامر ده طلع كيان كبير قوي طبعًا واحنا طبعًا مش حاسين يعني، يعني كان دايما الدنيا كلها بتتكلم عنه وهو عايش بانسانيته باخلاقه العاليه، وابتدى مصر كلها بتتكلم عن الشهيد البطل عامر عبد المقصود اللي ضحى بنفسه علشان خاطر تراب مصر وما قدرش يتخلى عن مكانه. فيعني دي حاجة على قد ما هي مفرحاني أنا، بس يعزيني فراقه، لكن طبعًا أنا فخورة جدا جدا إني عامر. حسين أنت كنت متجوزة بطل طبعا طبعا، حد جميل، حد يعني أنا بقول إني لو رجالة الدنيا كلها اتجمعت مش هيطلعوا عامر عبد المقصود، لأنه كان هو واحد بس، عامر بس عامر بس هو اللي كان مالي عليا دنيتي اللي هي فضيت دلوقتي. بس ان شاء الله يعني ما تفضاش معاك علاء واحمد، ربنا علاء واحمد هم اللي خلف ما ماتش بالظبط كده. علاء دلوقتي هو ان شاء الله هيكمل مسيره عامر، لانه دخل الشرطه لسه ان شاء الله، هو في اولى ثانوي. مش خايف عليه من مصير والده؟ والله ولا مصممه؟ لا هو مصمم، هو مصمم، وانا مشجعه حاجه زي كده. يا سلام. يعني في ام ممكن تخاف تقول لها ابني كفايه اللي حصل لابوك بقى؟ لا لا والله يا كابتن، يمكن علشان النار اللي في قلبنا دي تهدى. انا لقيته ان هو كان دايما، وعامر الله يرحمه عايش، كان محببه ان هو يبقى يقول له انت خليفه عامر عبد المقصود. يا سلام. انت عامر عبد المقصود المستقبل. وكان دايما يقول لعلاء انت طاهر ابو زيد، لان علاء اشول زي كابتن طاهر ابو زيد بيلعب في نادي الترسانه برضو. وان هو حط في نفسه ان هو يبقى بطل زي ابوه، يقول له شايف الناس كلها وهو علاء هو عايش. الاكبر علاء الصغير عنده 15 أحمد. سنه احمد الكبير وهو في بيزنس ادمنستريشن جامعه مصر. فامنيه حياته برضو، يعني انا فوجئت باحمد. ده صور بقى لعامر من ماتشات هو بقى وطاهر ابو زيد اللي هو كان بيحبه طاهر طبعا. يعني دي بقى صور لعامر وهو بيلعب كوره، ويعني بنحاول كده بقدر الامكان. كتر خيرك انت ساعدتينا شويه، واحنا برضو حاولنا على قد ما نقدر نجيب شويه لقطات. اتفضلي يا فندم. احمد بقى حضرتك هو يعني لعيب، لا هو ما عرفش يلعب زي باباه كده، بس هو دلوقتي عايز يدخل الضباط المتخصصين انتقاما للي حصل. يعني هو فاضل له قد ايه يخلص بامر الله؟ هو رايح ثالثه، يعني هيبقى اظن انت يعني قيادات الشرطه كلها يعني معاكي بشكل جيد، هنتكلم على ده، فاعتقد ده هيبقى ابسط. يعني انت عايز اولادك الاثنين يبقوا ضباط؟ رغم مصير والدهم ورغم رغم ما حدث لوالدهم؟ رغم مصير والدهم. يا ده انت قلبك جامد يعني ما شاء الله، وانت وطنيه مصريه مخلصه ما شاء الله عليك. بالظبط كده. نعم. يعني عايزه اقول لحضرتك انا كمان يعني لما بصراحه سياده اللواء محمد ابراهيم وزير. وانا بشكره وزير وزير الداخليه وبشكره وبشكر كل قيادات الداخليه اللي هي واقفه مع اسر الشهداء، مش زوجه الشهيد عامر عبد المقصود، ان يتوفر لنا كلنا شغل فعلا كل اسر الشهداء، كل اسر زوجات الشهداء، كله مجندين وافراد وضباط وكله. وده غير المستحقات الماليه، ان احنا اخذنا كل مستحقاتنا غير رحله الحج والعمره. الحمد لله انا حجيت ورحت العمره، وكان على حساب الوزاره واحمد ابني كان محرم ليا في رحله العمره. فيعني انا مهما قلت انا مش هشوف الناس دي حقهم عليا، يعني قاموا بدورهم وبواجبهم، قاموا بدورهم الى اكمل وجه. وانا فعلا لما جيت التحق بالعمل. انت كنتش بتشتغلي؟ ما كنتش بشتغل خالص. وهو كان الله يرحمه رافض مبدا الوظيفه، فكان يقول لي انت ناقصك حاجه. يعني انا كيان وانا اعمل لكم كل حاجه، انت بس ان انت تقعدي بس تبقي سيده البيت لام احمد وعلاء. ده بس كفيني. والله يا كابتن يعني سبحان الله، انا كان في شريط كده بيدير في مخي دايما، كان عندي حاله غريبه قوي، كنت حاسه ان عامر هيموت. ياه. يعني كنت حاسه السعاده اللي انا فيها دي كلها، وان الناس حاسداني على سعادتي مع عامر. واني افتكر ان احنا عمرنا والله يا كابتن 21 سنه زواج واربع سنين خطوبه، عمرنا ما زعلنا من بعض. لا اله الا الله خالص. ما شاء الله. ولو حصل في خلاف بسيط، يعني انا كان فيا حاجه ان انا محدش يعرف اللي بيني ما بينه خالص خالص، ولا امي تعرف ولا ابويا ولا الكلام ده كله. ليه؟ مين اللي كان بيصالح التاني لما كنت تخنق؟ انا. انت يعني هو بصراحه عليك. هو بصراحه يعني هو كان في حته الدعابه ما كانش بيشيل خالص. يعني يعني مجرد ما يجي يكشر كده عامل نفسه انه هو زعلان مني، فمجرد ان انا اضحك يروح ضحك، خلصت خلاص خلاص خلصت لسه بتفرحكم.
فعامر يا كابتن والله ده كان حد جميل جميل جميل، ويمكن بس اللي محزنني رحيله. لكن انت كنت ليه بتقولي كنت حاسه انه هيموت من السعاده اللي انت فيها، من الطيبه كان اللي هو كان عليها؟ كان فيه نظره غريبه قوي، ان كل الناس كانت تقول لك بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين فيها، ما كانوش مثلا بيصدقوا ان انا ام لشاب عنده 20 سنه ما شاء الله. وكده. فكنت اقول لهم ده من ضمن الرضا ربنا عليا، انه وعدني بعامر اللي مخليني كده. انا لو كده فهو بفضل ربنا وفضل عامر. يعني اذا كانت نجله طلعت بالقلب الحنون، ان انا خدت كل حاجه حلوه من عامر، من عامر القلب الطيب والحنيه اللي زرعها في قلوبنا. هو كان حد طيب قوي عامر، حد جميل. هو طيب دي كلمه قليله. عامر كان فيه كل مميزات الزوج المخلص المحترم، اللي شايف حتى، يعني عايزه اقول لحضرتك على حاجه، لما كان يقعد في البيت يقول لي انا عامل زي السمك لو خرج من المايه يموت، بالنسبه له شغله هو. والله يا كابتن كان وقته كله للشغل. كان حابب كرداسه؟ هو كان بقاله كان بقاله قد ايه فيها؟ 2.5 سنين. يعني هو كان قبلها كان فين؟ راح قعد فين؟ في البدايه خالص كان عامر في الامن المركزي، هو ملازم اول ونقيب. وبعد كده لما احمد اتولد، فكان وش احمد عليه حلو، اني حتى اللي ساعده في الالتحاق اللي هو الكابتن، هو كان حد في الداخليه اللي هو حرب الدشوري. ايوه بالظبط كده. هو اللي اسند ليه، يعني ساعده ان هو يلتحق بالشرطة، بالحراسات الخاصه، بالحراسات. فقعد عامر فيها 7 سنين. وبعد كده لما قالوا ان عامر ما خدمش يعني وجه قبلي ووجه بحري، فودوه الفيوم سنه في مديريه امن الفيوم. وبعد كده انتقل لمركز سنورس يبقى نائب مأمور المركز. وكان ساعه ما جه ماشي من المركز كان الناس بتبكي عامر عبد المقصود على انسانيته. ده صحيح. وانا شفت حاجه جميله قوي، ان في كانت في ست كبيره وانا كنت موجوده عنده، وعديت على الفيوم. المركز في الفيوم في مركز النورس، وكنت ساعتها في الوقت ده انا معديه عشان اسلم عليه واقول له ان انا ماشيه. فلقيتها بتقول له يا عامر بيه، كانت هي مقدمه لقرعه الحج. فطلعت لها قالت له اسمح لي بحاجه واحده بس، ان انا ابوسك. فهو راح بايس ايديها وراح بايس دماغها. فيعني قد ايه انسانيته مع الدنيا كلها، وكان بيحب الناس، وعمره ما يعني عارف حضرتك كده ما تكبر على حد. لا عامر طيب، اصل عامر صاحبي. عامر يعني انا بتكلم مع كل احترامي لكل اللقاءات اللي حضرتك ظهرت فيها، لكن معاه شكل تاني لانه ده زميلي بالظبط. هو وصاحبي. كان بيحب حضرتك جدا جدا، صاحبي وحبيبي يعني. وكل الكباتن اللي هو لعب معاهم كان هو مخلص قوي قوي في حبه للناس. هو الحقيقه كان دايما هو كان يبادر بالسؤال للامانه، يعني رغم ظروفه ومشاغله لكنه كان بيبادر. طب احكي لي قصته مع كرداسه. كرداسه بقى حضرتك، يعني هو لما انا عارف انه كان شيخ عرب هناك، يعني الناس خدوه في الاخر زي ما كنت شغال. هو حضرتك لما اخر سنه ليه كانت في طمية في الفيوم، كان هيتم اغتياله على ايدين الارهابيين دول فعلا. يوم جمعه الغضب لما السجون اتفتحت والكلام ده كله، انا في اليوم ده انا شفت حاجات غريبه قوي، لاني هو الاسم كان قريب جدا من السجن. السكن بتاعي كان قريب لل كنت موجوده هناك. كنت موجوده هناك في اليوم ده، وشفت حاجات غريبه. شفت سلالم بتتحط عشان يكسروا الشبابيك. ده مخطط مدبر 100% طبعا. سلالم بتتحط عشان يكسروا شبابيك الاسم. شبابيك الاسم، وكانوا المساجين بيولعوا في البطاطين. هو كان حريص جدا عايز ينقذ الناس اللي جوه دي. فهو خارج يعني على الرغم ان هو ما اذاش حد عمره، فخرجوا يجروا وراه، وخرج في حمايه الناس، حاميين بعض من الاهالي. حاميين العربيه بتاعته لغايه اما خرج بره. فانا كنت معاه على التليفون لان كنت قلقانه جدا. انت كنت ساعتها في القاهره؟ كنت في القاهره. كنت نزلت بقى اليوم ده الصبح. فساعتها هو جه بالليل. فبقى ماشي في مدقات في الجبل، و طبعا ضرب نار
موجود، كاوتش محروق، عربيات بتضرب بتاع آلي والكلام ده كله. فيعني سبحان الله العناية الإلهية أنقذت عامر. لما جه وقعد قعد شهر، كانت الشرطة بقى خلاص يعني انهارت. كل الناس ابتدوا ان هم يعني يقعدوا في البيوت والكلام ده كله. هو كان هيتجنن جدا. كان بيعمل ايه بقى حضرتك؟ ينزل يعمل في اللجان الشعبية في العمارة ينزل. عندنا ينزل و و والناس كلها يعني مثلا هو عارفين ان في ضابط شرطة موجود، كان ساعتها الدنيا مقلوبة على ضابط شرطة، مقلوبة. مجرد ان هو قعد يشوفوه حب الناس كلها كانت بتحبه قوي، ان هو كان كل يوم ينزل. حضرتك ساكنة في الهرم؟ انا ساكنة في الهرم. فعايزة اقول لحضرتك ان هو اخد كمان حب الناس، ان ده ضابط شرطة وكانت الدنيا مقلوبة على ضباط الشرطة، ومع ذلك الناس بتحبه وبتحترمه، بتحبه جدا 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 وبتحترمه. وكان دايما يجي يقول لي ايه، انا هدي فلان الفلاني كده فلوس، يعني الراجل صعبان عليا، هو كان اللي في ايده مش ليه. خير خير. فلما بعد كده التحق رحم فين، كان تبع الترحيلات بقى في محكمة الجيزة. فهو كان متضايق ان هو شغله كده قليل، مش عاجبه. بيحب الشغل المدني بالظبط. نعم. فقال يعني هو طلب طبعا من المديرية ساعتها، يا جماعة ان انا كان ليا وضعي وكياني وكده، انا عايزة اروح مكان افضل اشتغل فيه، افضل اشتغل فيه. فالمهم حضرتك هو تم التحاقه لما طبعا كانت الثوره قامت، فكان ضباط كتير مكروهين في اسم كرداسه. نعم. مشوا كل الناس دي كلها وجابوا ناس محترمه جدا. اللي هم كانوا عامر كان نائب المأمور، كان نائب المأمور، وكان المأمور الله يرحمه محمد عبد المنعم جبر اللواء، حد محترم وحد غير جميل عادي. جدا. نعم. وكان اللي هو مصطفى الخطيب. نعم. رحمه الله طبعا. عليه. وكان في ساعتها برضو معاونين مباحث اتنين. يعني كان عامر دايما اقول له صور مين دي، كان يقعد يتصور معاهم يقول لي دول ولادي اللي ما خلفتهمش. يا سلام. كان هشام شيطة الله يرحمه 24 سنة، وكان محمد فاروق 27 سنة. يعني هما كلهم اختلوهم، كلهم كله اختيل. حتى كان في المقدم إيهاب أنور، كان أمن مركزي وكان جاي أمن الاسم في التوقيت ده، ومات موتة بشعة برضو. ده غير بقى المجندين والأفراد، هم 12 فرد اللي استشهدوا. بس يعني مش هقول لحضرتك مدينهم رصاص ومخلصينهم، لا، دي ناس تمثل بجثثهم. عامر يا كابتن قعد 3 ساعات ونص تعذيب. عامر قبل ما يموت ما خدش رصاصة. عامر كان صايم الست ايام البيض، كان صايم. وكان هو في حتة حفظ القرآن، بتلاوة القرآن، كان والمأمور حافظ بتاعه كان أكتر كده، خلي من 10 أجزاء من القرآن. ما شاء الله والله. وكان حافظ أكتر من 10 أجزاء. كان صوته لما حلو أروح في القرآن جدا جدا. جميل. كان عارف حضرتك لما كنا نروح الساحل الشمالي وما كانش بيخرج ناحية البلاش خالص، قاعد ليل نهار في الأوضة، تعالي سمعي لي الجزئية اللي أنا حفظتها. ما شاء الله. لو فرض مثلا أقول له عشان علاء بس أبقى عيني عليه، فينزل معانا على البلاش كده وهو قاعد يقعد يحفظ القرآن، يقول لي خليكي متابعة معايا. طبعا أنا مش معايا مصحف. يقول لي هتلاقيني جيت في حتة معينة وقفت فيها أعرف إن أنا غلطت. فيعني هو كان حد، يعني عارف حضرتك، كان انا اكتر حاجه عزتني الموبايل بتاعه. ان هو يتسرق ده مش مشكله الموبايل، بس انا عشان كان يعني كل الحفظ بتاع القران كان بيسجله بصوته. على الموبايل بصوته. فده طبعا راح في الحادثه. ما عندكيش تسجيلات تانية خالص ليه؟ لا، هو بس الفيديو اللي هو قاعد فيه شيخ العرب بتاعهم بيحل لهم لكن مشاكلهم. ما عندكيش تسجيلات القران بصوته في لا حته تانية؟ للاسف. ما دي اكتر حاجه مضايقاني جدا. فهو كان هناك ملقب بشيخ العرب لان صحيح. كان بيحل مشاكلهم. وكان عايز اقول لحضرتك يعني فاتح بابه لكل الناس، حتى اللي هم الجماعات دول كانوا بيدخلوا له ساعتها. كان علاء دايما حريص جدا جدا ان هو كان مرتبط قوي بعامر. فكان قعدته المخصصه كان يجي من المدرسه، مامي بابا يوحشني قوي. كنا ما بنشوفش عامر خالص يا كابتن، على الرغم ان هو جه القاهره، بس كان وقته كله لاسم كرداسه
وخدمه اهالي كرداسه. هل حد عزاكي من اهالي كرداسه بعد الوفاه ولا لا؟ انا لا. كمان لو جه حد انا هرفض. لا بلاش اهالي كرداسه كلهم، ما تقدمش كلهم بظلم بعض منهم. بص حضرتك يا كابتن، يعني كان خلينا بس كان يعني ممكن كان ممكن يحموا عامر، لكن هما ما حموش عامر. انا عايزه اقول عشان الاسلحه الثقيله والكلام ده كله، لكن يعني هما ممكن يكونوا جم العزا بس انا ما شفتهمش. يعني عزو احمد منهم. طبعا طبعا، لاني عارفه جوزك كان بيحبهم قد ايه، عايزه اقول لحضرتك كان جدع قد ايه، فكنت محتاجه. بس خلي بالك ما تاخديش الكل يعني تعرفي حضرتك لما حد بيدخل على اسم بآلي وبأنابل. هو بص يا كابتن، انا عذره الناس بس ساعتها كانت فتره صعبه قوي في مصر. كان ممكن يهربوا عامر. عامر بص حضرتك، يوم 13 بالليل، يعني ليلة استشهاده، ليلة 14 4:30 الفجر، كنت أنا وهو على الفيسبوك، كان هو نبطشي وأنا في البيت، فكتب مقولة: يا رب وإن نامت أجزائي تحت التراب وكنت ناسيا منسيا، هب لي ناس يدعون لي دون ملل. قبل وفاته بساعات. بساعات. فطبعا هو كان دايما من ساعة ما ربنا اكرمه وطلع الحج سنه 2006، وهو كان عامل 8 عمرات تبع نادي الترسانه. وهقول لحضرتك بس قبل ما اكمل لحضرتك، موضوع الحج ده كانت حاجه غريبه قوي. حجته سوا؟ لا انا حجيت يعني بعد استشهاده. في اليوم ده انا كنت عنده في الفيوم، كان في سانورس ساعتها، وجت طلبات القرعه والحج، فمأمور المأمور اللي كان معاه بيقول له: عامر بيه جه طلبات العمره الحج والقرعه، مش هتكتب لابناء الشرطه؟ للظباط. لظباط الشرطه. فقال له يا باشا، هو يعني هتيجي على العبد اللي عامر عبد المقصود؟ انا مش هطلع اكيد ولا هيتم اختياري. قال له: طب اكتب. قال له: مش هكتب. انا عملت عمره 8 مرات ومش يعني مش طمعان في حاجه بعد كده. فجه المأمور راح كاتب 4 طلبات: طلبين لعامر قرعه وبعثه، وطلبين ليه هو. من غير ما عامر يعرف؟ من غير ما عامر يعرف. قال له: طب خد امضي. قال له: ولا همضي كمان. وبص هو كان من عادته يعمل ايه، ان هو يجيب كرسي كده قدام الاسم، يروح قاعد على كرسي وفارد رجله على الكرسي، وكل تجمع الناس يبقوا حواليه يهرج معاهم والكلام ده. قال له: طب امضي يا عامر بيه. قال له: يا باشا مش همضي، هي مش هتيجي العبد لله عامر عبد المقصود. فوجئنا بقى يا كابتن، كنت انا في اليوم ده عنده، كنا في رمضان، فقال لي: انا شفت رؤية. هو فقلت له: رؤية ايه؟ قال لي: شفت ان الشيخ الشعراوي بيديني ورقة ملفوفة بشريط اخضر، تفتكري ده ايه؟ قلت له افتكر ده ايه؟ هقول لك ده ايه. ده ربنا هيرضى عنك وان شاء الله هتتنقل القاهرة عشان تبقى في وسطنا بقى، عشان كفايانا غربة. يعني احنا خلاص انت بقيت توحشنا كتير، وحتى لما بتنزل ما بتقعدش معانا يومين وقتك كله للشغل. ففعلا يا كابتن، انا نزلت في اليوم ده بعد الفطار على القاهره، وهو فوجئت ان هم بيبلغوه المأمور بتاعه: مبروك يا عامر بيه، اسمك طلع من ضمن كشوف الناس اللي طالعين الحج. هو استغرب فجاي بيقول لي فقلت له: وانت كنت مقدم من غير ما تقول يعني ولا؟ قال لي: والله انا ما اعرف. حكي لك القصه هو الموضوع ده خالص. لا هو ما كانش في باله خالص. فاتصل بالمأمور: يا باشا ايه القصه؟ راح قال له: مش انا اللي كتبت، اهي طلعت لك انت وما طلعتليش. يا المأمور ما طلعش ولا طلع؟ ما طلعتلوش. فعارف حضرتك دي من كرم ربنا على عامر، ان هو حاجه تبقى جميله كده. ليله قبل استشهاده كمان يا كابتن ب 15 يوم شاف رؤيه ثانيه. فقال لي: نجلة، انا شفت رؤيا ان انا داخل الجنه. والله. فقلت له: الجنه؟ طب ما انت هتدخل الجنه، هو في حد باللي انت بتعمله مع الناس مش هيدخل الجنه؟ قال لي: استني بس، انا كل لما ادخل من باب جنه الاقي جنه تتفتح لي احسن من الجنه اللي قبلها. يا ما شاء الله. لغايه ما وصلت الباب السابع للجنه وربنا كلمني وقال لي: ايرضيك يا عبدي؟ فقال لي، انا طبعا اتخضيت كده ان ربنا هو اللي بيكلمني. قال لي: يرضيني يا رب كل الرضا. قال له: تمنى عليا يا عبدي. قال لي: انا شكرت ربنا وانا مش عارف تفسير الرؤية دي ايه. قلت له: ان شاء الله يا عامر ربنا هيكرمك بحاجه، وان انت يعني انت احسن واحد في الدنيا فربنا هيكرمك. بس انا ما كنتش عارفه يا كابتن ان الشهاده بقى والجنه الحلوه بقى، انا ما كنتش يعني متصوره يعني ان هينتهي الوضع. يعني انا بقول لحضرتك، انا كان عندي يقين ان كل السعاده اللي انا فيها هتنتهي بدري،
وما كناش هنلحق نستمتع بعامر اللي ما لحقناش فعلا نشبع منه انا وولادي. ما قلت لصاحبتي انا خايفه العامر يموت بعد سنتين وانا حاسه الاحساس ده، فهي سالتني ليه. قلت لها بصي كل الناس حاسداني على سعادتي مع عامر، انا ذات نفسي جوايا خوف وقلق عليه ورعب، واللي حصل ساعه الثوره ده بيخليني ان انا ابقى هموت كل يوم وكل لحظه لو هو بعيد عن البيت. كنت بتقلقي عليه في كل خروج جدا. وبعدين انا كان فيا طريقه ان احنا ما بنسيبش بعض، تليفونات كل 10 دقائق تليفون. مكلماه قد ايه قبل الشهاده؟ قبل الشهاده هو بعد ما كتب اللي قلت لحضرتك عليه قال لي هقوم اصلي الفجر وعايز صلى الفجر صلى الفجر وصايم وهو لا ده انت قلت لي كان في 6 ايام البيض في اليوم ده قال لي بصي بقى انا النهارده تاني يوم ليا في الست ايام البيض كان بيكمل وانا صايم على قد ما تقدري ادعي لي النهارده على قد ما تقدري. فقلت له انا كان حاسس ان اليوم صعب. هو ما اعرفش الكابتن كان عنده كان كل كلامه كده كلام واحد مودع ان هو يروح يزور والدته يوم 13 بالليل وينزل من عربيته ويسلم على كل الناس في الشارع، ينزل كده ويسلم على كل واحد حتى اللي مش موجود يدخل له البيت يسال عليه. كان حاجه غريبه قوي قوي. فبعدين يعني هو قعد حوالي ساعه عند والدته وقال لها انا ماشي انت راضيه عني. يعني هي كان عامر ده يعني كان اكتر واحد قريب لقلبها. هو ليه 6 اخوات غيره. فكان عامر عبد المقصود اقرب واحد لقلبه لقلب والدته. وبعد كده كلمني الساعه 10 الصبح قال لي انا عايز اشوف نجله انت نايمه. قلت له انا مش نايمه. كنت انا عرفت بقى في التوقيت ان في فض الاعتصام من الساعه 5 الفجر. قلت له عامر انت كويس؟ في حاجه النهارده يعني انا عرفت من اخويا ان فضل الاعتصام، انا قلقانه عليك خايفه، يا ريتك تمشي وتسيب المكان. كان ممكن يمشي بسيطه يعني. هو قال لي كلمه انت تعرفي ان عامر عبد المقصود جوزك البطل يسيب مكانه؟ ما انت شفتي ايام العزل. لا حضرتك ايام العزل عملوا مداخلة، يعني كان عندي في الساحل الشمالي كان بعيدنا 2.5 شهر عشان التهديدات اللي كانت بتجيله، بس مش عايز يتكلم عشان ما يقلقنيش. وكان بيجي يوم الخميس اخر النهار ويمشي يوم السبت. فيوميها جاله تليفون الحق يا عامر بيه الاسم مستهدف وهيرموا علينا عايزين يحطوا علم القاعدة فوق الاسم. ده يوم يوم العزل بتاع مرسي. والله يا كابتن جري خد العربية كان لسه جاي من القاهرة ونزل على الاسم. يعني لما كانوا يزوغ بيني وبينك انا نازل اجازة كده كده بالظبط كده صمم نرجع الاسم. كان بكرداسة برضه صمم ان هو يرجع الاسم. وانا بقيت اقول له طب وبعدين بقى يعني يعني الدنيا بايظة. طب انت كده يعني انت كده رايح ممكن ما ترجعش. قال لي ما تقلقيش قول يا رب، واللي بيقول يا رب عمره ما ربنا هيتخلى عنه. طيب انا هستاذنك بس، كان نادي الترسانه عمل حفل لتأبين الشهيده عمرو عبد المقصود، ناخد جزء منه ونرجع نكمل هذا الحوار مع السيده نجلاء سامي حرم الشهيد المرحوم عمرو عبد المقصود. الذكرى السنوية لحادث كرداسة الأليم بيقيم نادي الترسانة حفلا لتأبين الراحل الشهيد عامر عبد المقصود نجم نادي الترسانة والمنتخب الوطني الأسبق. لقاءات وتفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. الكابتن عامر كان أحد نجوم نادي الترسانة، ما فيش كلام يعني، كان كابتن الفرقة، كان معاه الجيل الذهبي محمد كمال ومحمد فؤاد ومحمد رمضان، وكان يمتاز بالخلق بالتواضع بحل مشاكل اللعيبه بينهم وبين الاجهزه الفنيه. لكن بنقول الله يرحمك يا عامر، كنت لعيب كويس، كنت كابتن النادي ودافعت عن الوطن، مت في عملك وده حاجه تحسب لك ان شاء الله، يكون مصيرك الجنه باذن الله. وانا فرحان جدا وجاي وانا سعيد عشان خاطر اقف مع زمايلي القدامى في الترسانه، وعشان خاطر اشكر نادي الترسانه على التأبين دوت. وأتمنى من كل الأندية وخاصة نادي الزمالك برضو، احنا عندنا ناس كتيرة في الشرطة، وإنه يفتكروا أولادهم بإذن الله. أنا بقول لعامر الله يرحمه يا رب يكون في الجنة إن شاء الله، لأنه شهيد فعلا ويستاهل،
وربنا يعني يصبر اولاده، يعني لان اولاده صغيرين ومش عارف اقول ايه عليه بصراحه، يعني كانسان وكحبوب وكان مؤدب جدا، وعمره ما زعل حد من النادي ولا زمايله، وعمره ما قال لحد رفع عينيه كده ليه مهما كان. دي حاجه بسيطه جدا، يعني المفروض احنا نادي الترسانه ممكن يكون اتاخر، بس احنا مجلس جديد قررنا شويه حاجات اللي احنا نعملها له في المجلس الجديد، كان اقرب ميعاد لينا الذكرى السنويه بتاعته، دي حاجه. الحاجه الثانيه كان الميعاد الثاني اللي احنا حددنا هنسمي الملعب الفرعي لكره القدم اللي هو دخل تطوير باسمه. طبعا مهما اللي احنا نعمل مش هنقدر نديله حقه، لانه يستاهل اكتر من كده كتير كتير. نيابه عن السيد الوزير وجميع قيادات وضباط وافراد مديريه امن الجيزه، نتوجه لاسره الشهيد بخالص العزاء، وبنحتسب عند الله شهيد الشرطه اللي تقدم كل يوم للبلد والوطن العديد من الشهداء ومن المصابين، سواء من الضباط او الافراد او المجندين، حفاظا على امن الوطن والاستقرار. في الحقيقه النادي كان بداء بان هو يكون عنده المبادره السريعه جدا في الوسط الرياضي، لان ده اللاعب كان جزء كبير من المنتخب القومي وجزء كبير من الرياضه المصريه، ان هو يحتفل بهذه الذكرى، لان احتفال بهذه الذكرى هي ذكرى شهاده، فعشان كده بقول بيحتفل بهذه الذكرى. سياده العميد الله يرحمه كان مثال للادب، مثال للاحترام، ما فيش هنا فرد في الترسانه ما كانش بيحبه بصراحة، احنا افتقدناه ونحتسبه بإذن الله عند الله شهيد بإذن الله، وفعلا من الشهداء. لابد طبعا ان احنا نقف الوقفة دي كلها علشان ابن من ابناء الترسانة اعطى النادي الترسانة كثير واعطى للشرطة كثير، فلابد ان احنا نقف ونعمل هذا التأبين ليه ونحيي ذكراه، لان الذكرى دي اتأثرت في جميع المصريين. ده يوم احنا بنسميه دموع على الثوب الازرق، ده شهيد رياضة وشهيد داخلية، يعني لازم يبقى كلنا شركاء، لأن ده لاعب بدأ وهو عنده 10 سنوات في النادي وحصل على كأس مصر، فده عنوان طيب للشباب كلاعب رياضي، وعنوان طيب للشرطة كراجل ضحى بحياته من أجل الوطن. أحب أعرف الجميع وأديكم نبذة عن حياته، ليا الشرف والدي الشهيد اللي افتخر بإنجازاته، فعز ايده كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته عرض حياته 1000 مرة للضياع، ميستاهلش كره ابدا او شماته. انا بشكر نادي الترسانه لانه شيء جميل انه يتذكر واحد من ابنائه، وانه الحقيقه عشان انا قدام نادي الترسانه فعندهم كم رهيب من الوفاء، ان صوره عامر دي موجوده من ساعه استشهاده حتى الان. فبشكر الاستاذ احمد جبر وكل اعضاء مجلس اداره نادي الترسانه، وايضا اللي هو كمال الدالي مدير امن الجيزه، والاستاذ اشرف صبحي الدكتور اشرف صبحي نائب وزير الشباب او نائبا عن وزير الشباب والرياضه، واعضاء نادي الترسانه الافاضل اللي صمموا على حضور هذا التأبين. اعتقد حضرتك رغم احزانك وامالك الامك، لكن كنت قاعده برضه عندك نوع من انواع الرضا ان الناس ما شاء الله بتكرم اسم عامر، وان انتم موجودين في مظاهره الحب في وجود الجميع. طبعا يعني والله انا بشكر فعلا نادي الترسانه بكل اعضائه، بالكباتن، بكابتن شاذلي وكل الكباتن، نعم، بتوع عامر ورئيس النادي المهندس احمد جبر، يعني حد جميل جدا جدا ان هو كمان يطلق على اسم الملعب الفرعي، نعم. فدي كانت حاجه جميله قوي، فانا بشكر كل نادي الترسانه وكل القائمين بحفل التأبين. طبعا وكان موجود حد جميل ورائع انا بعتز بيه جدا، سيادة اللي هو كمال الدالي مدير أمن الجيزة. نعم. يعني عايزة أقول لحضرتك أنا من ساعة استشهاد عامر ربنا كرمني أن أنا أعرف ناس عظام. كل قائد من قواد الداخلية، فيعني ده كان على راسي من فوق، وأن هو شرفني وجوده، وكان سيادة اللي هو محمود فاروق
مدير المباحث طبعاً. وكان حد بقى واخ انا بعتز بيه جدا اللواء الدكتور محمد يوسف الابشيهي. نعم. ده حضرتك ماسك مدير الماليه في العلاقات الانسانيه اللي انا شرفت ان انا اكون واحده من ضمن الناس اللي بتشتغل. انا طلبت بصراحه من سياده وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم، انا عايزه اكون في خدمه اهلي الشهداء. فطلبت ان انت انا طلعت معاهم هم قالوا لك احنا هنشغلك ولا انت طلبتي تشغلي؟ لا هم يعني عاملين وظايف لزوجات الشهداء كلهم، مجندين او ظباط، مفيش فرق ما بين ده وبين ده. لا خالص خالص. فانا يعني انا طلبت لما طلعت الحج انا لقيت الناس دي ان انا بقيت احبهم غير ما الناس يعني واخده فكره انه الناس دي غليظه وعنيفه وبتطلع نار وتضرب، ده كلام يعني مش مظبوط. لا اسمح لي بقى يا كابتن ان انا فضلي. ان انا لازم اوديهم حقهم. انت موجوعه فلازم تقولي. بص حضرتك اي حد او اهانه لقيادات الداخليه مرفوض رفض نهائي. قيادات الداخليه دي بالظبط كده. عايز اقول لحضرتك من اول معالي وزير الداخلية اللي هو محمد ابراهيم ده انسان واب جميل حنون. انا لما اتقابلت معاه يعني عارف حضرتك يقول لي دموعك دي غالية. يعني فانا مدينة ليه ان مقابلته كمان مش ليا وبس. ما بيقفلش بابه خالص ومش بالكلام بس بالكلام والفعل لاي حد من اسر الشهداء. تمام. بيقوم بكل حاجه طلباتنا كلنا. وفي اللواء عبد الفتاح عثمان. نعم. يعني ده اب ليا برضو. انا بصراحه لما طلبت منه ان انا اكون في العلاقات الانسانيه فهو بدر على الفور، ما قالش حتى قد ايه لحد ما اشتغلت. انا قعدت حوالي يعني لما رجعت من الحج وكان الطلب اتقدم فقعدت حوالي 3 شهور عبال ما اشتغلت. انا تم استلام العمل ليا 4/1/2014. فبصراحة ربنا كل حد قابلته في وزارة الداخلية ده كان وسام شرف ليا. طيب انا عشان وقتي خلص فانت كنت طالبة مني اقتراح وعايزة طلب، قولي الاقتراح اللي انت طلبتيه الاول. انا الاول انا طبعا بما اني ان انا اشتغلت في العلاقات الانسانية فطبعا يعني هو شكر بس بسيط لسيادة اللواء عادل فتيح مدير إدارة العلاقات الإنسانية الأب الحنون اللي مهما قلت أنا مش هوفيه حقه عليا، وكل القيادات اللي موجودين والعميد عاطف عطية اللي أنا بشتغل معاه. فأنا مدينة للناس دي بكتير. تمام. والمدنيين. في اقتراح بقى يا كابتن، طبعا وزارة الداخلية مش سايبانا في حاجة. تمام. في حاجة خالص يعني، لكن أنا نفسي أنشأ جمعية وأسميها شهداء الوطن. شهداء الوطن تضم شهداء الجيش وشهداء الشرطة. نعم. فيعني دي أنا عايزة إن في يبقى تواصل ما بيني وما بين كل الشعب المصري يشاركني في تأسيس في الجمعية دي. تمام. وعايزة طبعا اللي يساعدني فيها برضو رجال الأعمال شرفاء. طبعا هم مش هيتأخروا عن أسر الشهداء ان هم يشاركوا معايا في تأسيس الجمعية دي. فعايزة كل الناس تتعاطف مع أهالي الشهداء. ده الاقتراح. الطلب الطلب أنا الطلب طلبته قبل كده ان أنا اتشرف بمقابله السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. يعني امنيتي ان انا اتشرف بمقابلته. واضح ان مالكيش طلبات بس عايزه تقابليه. لا انا نفسي يا كابتن يخلد اسم الشهداء. شهيد مصر، كل شهيد ارتوت ارض مصر بدمائه. انا نفسي ادخل البرلمان واكون واحده من ضمن الناس اللي يمثلوا اسر الشهداء في البرلمان. هي دي امنيتي. نعم. يعني انا مش عايزه حاجه تاني غير هي امنيه دي وتاسيس الجمعيه فقط لا غير. ربنا يوفقك. وانا ما حبيتش اعمل لك حديث اوجاع لكن حبيت اقول لك مين هو عامر عبد المقصود واقول للناس مين هو عامر عبد المقصود، ويبقى فيه النهارده رغم انه يوم حزن ويوم ذكرى رحيله لكن على الاقل ابتسامه على وجه محبيه وابنائه وحضرتك وحارته وشرعه وبيته واهله وناديه. نعرفه انه كان حد محترم قوي وكان لعيب قوي وكان جدع قوي وابن بلد قوي
وان في مكان احسن، وانه الروايات اللي حضرتك قلتيها سواء الرؤى اللي شافها او القران اللي كان حافظه او استشهاده وهو صايم وحفظه للقران وحمله للقران، اعتقد دي حاجات خلينا منشرحين الصدر ومطمنين فين عامر ان شاء الله عز وجل. بشكرك لتلبيتك الدعوه، بقول لك ربنا معاك ان شاء الله، وان شاء الله تشوفي ولادك ظباط زي ما نفسك فيهم كده، وربنا يحقق لك كل احلامك باذن الله عز وجل. شكرا لحضرتك يا كابتن جدا، ولذوق حضرتك قوي، وانا اتشرفت بحضرتك النهارده. اشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا الاول مع السيده نجلاء سامي حرم الصديق العزيز الراحل الشهيد العميد عامر عبد المقصود. الحصاد العربي والافريقي في تقرير، ثم قضيه غزل المحله، كابتن عبد الستار علي وكابتن شريف الخشاب. بداية الحصاد المحلي سيكون بلعبة العمالقة، حيث تأهل منتخب شباب مصر للسلة لنهائيات كأس العالم العام المقبل باليونان، بعد أن توج بلقب كأس الأمم الإفريقية في مدغشقر بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 80-69 في النهائي الذي جمع المنتخبين العربيين مساء الأحد 10 أغسطس. نجاحات الرياضة المصرية تواصلت هذا الأسبوع من خلال لعبة الأسكواش، حيث تأهل الثنائي المصري حبيبة محمد ونوران جوهر لنهائي كأس العالم تحت 19 سنة في الأسكواش بعد تفوق الأولى على زميلتها نورا الشربيني والثانية على مريم متولي. في فئة الشباب نجح النجم المصري عمرو الأطمس في بلوغ نهائي البطولة التي تشهدها العاصمة الناميبية ويندهوك. أما في لعبة السومو فقد حصدت مصر ميداليتين ذهبيتين عن طريق محمد كمال في وزن 85 كيلو ورامي الجزار في الوزن المفتوح في بطولة بولندا الدولية التي اختتمت هذا الأسبوع. إفريقيا، لحق وفاق سطيف الجزائري بالصفاقس التونسي لنصف نهائي النسخة رقم 50 لدوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع ضيفه الترجي التونسي بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في نفس اليوم. ولكن في منافسات كأس الكونفدرالية تكبد الأهلي المصري خسارته الأولى في الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية أمام نكانا ريد ديفلز الزامبي بهدف دون مقابل، وبقي في صدارة الترتيب قبل لقائه الأخير مع شقيقه النجم الساحلي الذي خسر أيضا بنفس النتيجة على أرضه وبين أنصاره أمام سيواسبور الإيفواري. أما في المجموعة الأولى فقد حقق ليوبار الكونغولي فوزا عريضا خارج الديار على القطن الكاميروني برباعية دون رد. في اليوم التالي فقد الثنائي العربي الزمالك المصري والهلال السوداني الفرصة في بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال عن المجموعة الأولى بعد خسارة الأول أمام ضيفه فيتاكلابا الكونغولي بهدف دون رد في الإسكندرية، والثاني أمام مازيمبي بهدف لثلاثة في لوبو مباتشي. النتائج المخيبة للثنائي التونسي دفعت إدارة الناديين لتغيير الجهازين الفنيين، حيث تعاقد الترجي مع الفرنسي روجي لومير المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا بعد خسارته أمام حمام الأنف بهدف دون رد في بداية رحلته للدفاع عن لقب الدوري مساء الخميس. وأنهت إدارة النجم عقد الصربي دراجان وأبرمت عقدا لمدة موسما واحدا مع التونسي المخضرم فوزي البنزرتي الذي قاد الرجاء البيضاوي لنهائي كأس العالم للأندية في نهاية العام الماضي. عربيا، توج مولدية الجزائر بكأس السوبر الجزائري مساء السبت بعد فوزه على جاره الاتحاد بهدف دون رد على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة. بدوره توج فريق أهلي صنعاء بلقب كأس السوبر اليمني بعد تغلبه على فريق الصقر بهدفين لهدف على ملعب علي محسن المريسي عصر الأربعاء. عربيا أيضا، وفي الدوري السعودي لكرة القدم حقق الهلال فوزه الثاني على التوالي على حساب الشعلة بثلاثة أهداف لهدف، وقلده الاتحاد عندما تغلب على الفتح بهدف دون رد مساء الأربعاء. مع منافسات الكرة العربية نتواصل ونتوقف هذه المرة في السودان، والتي شهدت استعادة الهلال لصدارة الدوري السوداني لكرة القدم مساء الخميس بعد فوزه على هلال كادوغلي بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة 16 للبطولة.